اليوم نزلنا بمبادرة من المنظمية على المنطقة المنكوبة هون بمار مخيل وبجميزي. الهدف من النزل اليوم كان إنه نعمل مثل تقييم للوضع تبع الأشخاص اللي عايشين هون بالمنطقة. نزلنا بحدود ال 15-16 حدا من زملائي وتقسمنا كذا فرقة. كمان من بعد ما قسمنا حالنا فرق قسمنا المنطقة هون بجميزي وبمار مخيل، ورحنا على البيوت عم ندق كل بيت ببيته ومنحاول نعرف من الأهل اللي عايشين داخل البيوت شو احتياجاتهم الطبية بشكل خاص. عم نسأل بشكل كتير خاص عن جروحة، عن احتياجات طبية مثل أدوية، مثل أنسولين، مثل أدوية مزمنة، زائد احتياجات طبية تانية. تقريبا صلنا من حوالي الساعة 11 عم نبرم هون. تقريبا غطينا خلينا نقول معظم المنطقة ببار مخيل وجميزي. كتير احتياجات طلعت معنا، كتير ناس فعلا هن عن جد طلعوا بحاجة لمساعدات، لتضميد للجروح، لدواء، حتى المي مفقودة من البيوت. كل هذا نحن عم نحاول نسجله من الصبح. عنا جروب طبعا عم نحاول نسجل هذه المعلومات ونوثقها لحتى ان الله راد تنبنى على اساس هذه المعطيات خطة كاملة للتدخل.